Bonsoir les amis. Nous كنبداو الشغله ديالنا اللي قلنا على فاصون جويف. غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها سهله في جوج دقائق حتى توجد. بسم الله. ندوز الزويته ديالنا. شويه الزويته بزايد هي تصبغ الزويته هاد لا غوسيت هذه. تناخذوا تويمه قيمه واحد جوج دقائق ديال الثوم. فوالا تندوز الكبده ديالنا فوالا تنخليوها طيب فوق الكره ديالنا. الو شنو قلنا في لي زانغريديون؟ قلنا عندنا الثومه عندنا الكبده عندنا غنديرو مليحه ها هي كيف تشوفوا عندنا التويمه عندنا المليحه ونتسناو دابا واحد شويه واحد 2 مينوت هي غير التومه زيت البلديه والملحه والكبده ديالنا اللي درنا الو من بعد ما طاب الكبده ديالنا غادي نديرو شويه ديال الابزار فوالا سي بون وغادي نصبوها لا طريقه سهله مهله ملي تنساليو بالصبان ديالها تنجيو تندوز شويه ديال المليحه ديال الحامض فوالا وها الوصفه ديالنا من اسهل ما يكون. شوفوا المشاهدين واش يشوفوا فوالا كبيده ما فيها لا عطيله لا والو فيها غير الابزار والحامض. ميرسي بوكو على بروشين.